أشادت مجلة الأخنيسيا ديفياجي الإيطالية بأداء مصر السياحي في الآونة الأخيرة رغم وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. وقالت المجلة الإيطالية إن مصر كانت الأسرع من بين دول شمال أفريقيا في استعادة حصتها السياحية، وساعدها في ذلك استراتيجياتها الوطنية وخططها الترويجية والجهود المبذولة في أعمال التطوير، مثل ما يحدث مع منتجين سياحيين مهمين وهما دير سانت كاترين ومسار العائلة المقدسة، والاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير والاكتشافات الأثرية. هذا وتستهدف مصر زيادة أعداد الوافدين السياحيين من إيطاليا بنسبة 50%.